صباح الخير عليكم شباب، اهلا بيكم. حلقه جديده من برنامجنا شباب على الهوا. النهارده في البرنامج هنتكلم احنا حوارنا اتغير، شكل الكلام ما بيننا اتغير. يعني مثلا كان في الفاظ ما كانتش تنفع انها تبقى بتتداول ما بين الناس وهي بتتكلم، ودلوقتي بقينا نسمعها. بقى في كلام غريب مش مفهوم، يعني لا هو عربي ولا هو انجليزي ولا هو اي لغه تانية ولا هو حتى اللهجه العاميه بتاعتنا. وبقى في حاجات مش المفروض ان احنا نقولها وبتدخل في لغه الحوار. عموما لغه الحوار عند اي شعب هي اللي بتدل على مدى ثقافته. يعني الناس لما بتعمل حوار مع بعض لازم في النهايه يحصل نتيجه، النتيجة دي المفروض تبقى إيجابية. مش معقولة نكون بنتكلم عشان في الآخر نتخانق أو ما نفهمش بعض، أو إننا كمان نرسخ لغة جديدة مش موجودة في أي حتة تطلع فجأة كده ويبقى ملهاش كمان معنى ونتكلم بيها. أكيد ده مش هدف أي حوار في الدنيا. النهاردة إحنا معانا ضيوفنا دكتور أحمد كيلاني، دكتورة في اللغة العربية. أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. ومعانا كمان أحمد سامي، طالب بكلية الإعلام. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أحمد. وعبد الرحمن أحمد، طالب. أهلا بيك. سنة كام يا عبد الرحمن؟ تانية ثانوي. الأخبار؟ زي الفل الحمد لله. كله تمام؟ مبدئيا هو إحنا يا دكتور بنتكلم إزاي؟ يعني في بعض الشباب بيتكلموا الكلام العادي اللي هو دلوقتي متداول في كل حتة، والكلام الوسطي اللي هو ما فيهوش أي مشكلة أو حاجة تضايق اللي بيسمعه، وفي ناس بتتكلم ألفاظ مش مفهومة اللي هو يعني إيه، اللي هو لازم حد يقول له يعني إيه أو قصدك إيه لو هو مش من نفس الفئة السنية. رأي حضرتك إيه في لغة الحوار حاليا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فكلنا لابد أن نعلم أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي لغة الوطن ولغة الحوار ولغة أهل الجنة. ولغة أهل الجنة، أحسنتي، كانت على لساني والله، ولغة أهل الجنة. إذن اللغة العربية هي الهوية، ويعني لم تتقدم أمة إلا بلغتها. فاللغة هي أساس تقدم الأمم والشعوب، وهي التي ترفع من شأن صاحبها، واللغة يعني لها مكانة عظيمة جدا جدا. فأنا أرى عزوف بعض الشباب عن يعني اللغة العربية عدة أسباب. أولها يعني أرى أن الثقافة الغربية، أو أننا نأخذ من الثقافة الغربية يعني الأشياء التي تضرنا. يعني أنا لا أقول بأننا نعزف عن التقدم أو عن يعني التقدم الفكري أو الجذو الفكري، ولكن نأخذ منها ما يفيدنا ونبتعد عما يضرنا. لأن بعض الناس تقلد الثقافات الغربية في ربما تكون في السلوكيات أو في الأخلاقيات أو في غيره، والبعض ايضا ياخذ منها الالفاظ ربما التي تسيء الى اللغه العربيه. ما اقدرش اقول انه يرقى لكلمه لغه. والله يعني انا ارى ان الكلمات التي استحدثت حديثا هي يعتبر هي هدم اللغه العربيه كما قلت. فنحن نفرق بين هذا وذاك باستخدام الالفاظ المقبوله او الالفاظ المحببه او الالفاظ الطيبه التي يعني يرددها اطفالنا واولادنا وشبابنا تكون بطريقه افضل واحسن مما هم عليه الان. صحيح. طيب انا عايزه اكلم كمان احمد، انت طالب في كليه اعلام وعندك مسؤوليه كبيره انك بعد كده هتكلم الناس بالظبط وهتخاطبهم. هيبقى الحوار مش بس على مستوى اصحابك، لكن كمان على مستوى يعني قطاع كبير من الشباب هتخاطبه بعد كده. بالظبط. يعني الجمهور، يعني كل شخص بيبقى ليه جمهور خاص بيه، بس انت كاعلامي لما تيجي تتكلمي اصلا انت بتبقي لسان الجمهور ولسان حال الجمهور. بس لازم برضو بيبقى في فرق بين لغه التخاطب او لغه الحوار اللي انت بتتكلمي بيها في البرنامج، او لما بتبقي موجوده في حاجه رسميه زي ما بيقولوا، عن لما بتبقي قاعده مثلا مع زمايلك او صحابك في مكان عام. فانت بتفرق اللغه هنا عن اللغه اللي موجوده. أنا كنت طبعا لازم يعني الحقيقه الالفاظ لما يعني زي ما بيقولوا ترتقي بتدل على الشعوب، الثقافه بتاعت الشعب اصلا بتتعرف من لغته من طريقه كلامه في المناسبات. فده بيبقى بيساعد برضو على ان البلد بتبقى متقدمه اكتر، و
يعني بيبقى فيه زي ما بيقولوا رقي في الحديث، وبيؤدي كمان بيبقى فيه رقي على مستوى المستويات يعني اللي موجوده الاجتماعيه بقى والاقتصاديه، فبتفرق طبعا في لغه الحوار. يعني تبقى مشكله كبيره قوي يا عبد الرحمن لو الكلام اللي مش عاجبنا، الكلام الوحش اللي مش عاجبنا اللي بيتقال احيانا دلوقتي بعد فتره سنين طويله يبقى موجود من ضمن كلمات العاميه اللي موجوده في مصر او موجوده مثلا في مجتمعنا العربي. انت حاسس بالمسؤوليه دي؟ حاسس ان انت في يوم من الايام الكلمه اللي انت ممكن تقولها وانت فاكر انها هزار او كلمه لطيفه كده احنا بنتكلمها، ايه المشكله ما دام اللي قدامي فاهم خلاص، انها ممكن تبقى تترسخ لاجيال تانية او يتقال ده في يوم من الايام كانت دي اللهجه العاميه بتاعت الجيل ده؟ انا شايف ان كان قبل كده مثلا في الاجيال اللي كانت مثلا في القرن اللي فات مثلا كان في ناس بتتكلم بكلام معين او كده، احنا شايفينه دلوقتي ان حاجه قديمه، شايفينها لهجه قديمه ما ينفعش تقولها دلوقتي. اللي بيتقال عليه دلوقتي بيبقى شخص معقد مثلا، بيبقى شخص ما بيعرفش يتكلم، مش واخد اللغه بتاعتنا مثلا او اللهجه العاميه بتاعتنا. على عكس مثلا دلوقتي احنا بنتكلم يبقى في كلام بيننا داخل في انجليزي مثلا على عربي، فلو بعد كده حد اتكلم او قال اي حاجه ممكن نشوف ان دي لهجه قديمه بالنسبه لهم. نفس الفكره يعني زمان برضو كان بيتكلموا اللي هم معظم الكلام بيبقى كلام منمق او كلام شيك شيك او كلام شيك. فدلوقتي احنا شايفين ان هو حاجه معقده، اللي بيتكلم بيه دلوقتي بيبقى شخص متعقد، شخص مش بيحب الهزار، شخص مش زي ما بيقولوا فرفوش. فنفس الفكره يعني. بس اللغه فعلا بقت خاصه بين الشباب وبعضهم بعض، يعني ممكن يعني والدتي ما تفهمش انا بتكلم مع اصحابي ازاي مثلا، لو شافتني بتكلم معاهم في التليفون نازل مثلا او متجمعين كلنا مع بعض ووالدتي مثلا قاعده او والدي قاعد، فهيلاقينا احنا بنتكلم مع بعض ممكن هيبقى هيشوف ان احنا بنتكلم كلام غريب، هو اصلا ما يعرفش احنا بنقول ايه. تعويذه تعويذه مش لغه، زي شفره ما بيننا كده بنفهمها احنا يعني شباب بينا وبين بعضينا. يعني الناس الكبار اعتقد ان هم بيبقوا معظم الكلام بتاعنا مش فاهمينه اصلا، مش عارفين احنا بنقول ايه ولا بنتكلم مش عارفين يتواصلوا معانا بالظبط، يعني كلام نص انجليزي وكلام نص عربي وهكذا. فكره التأكيد دي بقى النقطه دي بقى يعني فقد نقطه التواصل بين افراد الاسره. ودي نستطيع ان نقول بقى التقدم التكنولوجي او التكنولوجيا الحديثه، الهواتف والحواسيب وكل هذا ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعني كل هذا يعني ادى الى في ثغره موجوده وثغره كبيره جدا جدا في الاسره المصريه بين افرادها، حيث جعل يعني الاب في واد والام في واد والابناء في اوديه اخرى، وكل واحد من الاخر يعني له مشكلته وله ما له وعليه ما عليه ولا يعرف احد، ومن هنا يعني تاتي المشكلات الكثيره. وايضا من خلال هذا التواصل ومن خلال هذا الامر يعني ينعكس ذلك على اللغه العربيه اظن سلبا، من خلال الكلمات التي تكتب او الالفاظ التي تقال او الاشياء التي تكتسب من الاصدقاء او من السوشيال ميديا كما قيل وهكذا. يعني معظم الطلبه في المدارس يكرهون النحو بسبب ربما يكون المعلم الذي يدرس لهم باسلوب صعب او باسلوب غير سلس، فيعني يكون في سلاسه في التدريس، يكون في اسلوب جيد، يعني نجمع بين القاعده القديمه نستطيع ان نبسطها عن طريق وسيله تعليميه حديثه جميله، عن طريق اغنيه لذيذه، عن طريق شيء جميل، حتى نستطيع ان نوصل المعلومه. وقص على ذلك بقى كل فروع اللغه العربيه حتى ننهض باللغه، وحتى نستطيع ان نرسخها في عقول الشباب، وحتى يعني يزداد حبهم لها، لان اللغه هي الاصاله وهي التراث وهي الهويه وهي كل شيء، وهي اللغه الام. تستخدموا الفاظ اجنبيه في الحوار مع بعض؟ اكيد يعني اكيد اكيد مفيش حاجه يعني اعترف. احنا لما بنيجي نتكلم اصلا سواء كان لو هنتكلم شاتنج دلوقتي مثلا، خلينا مثلا الاول شاتنج، بنيجي نتكلم في لغه جديده اسمها او مش جديده طالع بقى لها حوالي 3 4 سنين اسمها الفرانكو، دي بنقعد نكتب بيها بنشات بيها مع بعض مثلا سواء كان على الواتساب او على الماسنجر او على التليجرام او انستجرام. فاحنا بنيجي نتكلم بالفرانكو، الفرانكو ده عباره عن ايه؟ اعتقد كل الشباب عارفينه، ان انت بتعرب الكلام بس بتكتبه بحروف الانجليش ورموز بتتكلم، يعني بتتكلم مثلا لو هنقول مثلا تمام بتكتبها تي ام اي ام مثلا تمام اختصارات اختصارات وغير كده كمان بتبقى يعني لاتيني. كلام عربي بطريقه لاتينيه او اجنبيه كده انهم يمحوا اللغه الام. والله بالنسبه للغه العربيه هو دلوقتي احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم بلغه الحوار، ما بنتكلمش باللغه العربيه الفصحى اللي هو مثلا ايه
لماذا لم تقم بذلك؟ او الكلام اللي احنا كنا بنشوفه في الافلام الستينات او السبعينات تقريبا معظم الكلام ده اختفى، مش اختفى لا ممكن يكون اندثر خالص، يعني اللي هو اتلغى خالص من القاموس، سواء كان مثلا شباب او برضو الناس الكبار ممكن اوقات دلوقتي بقوا بيتكلموا شويه ان هم ياخدوا من اللغه بتاعتنا برضو عشان يعرفوا يواكبوا الكلام بتاعنا ويعرفوا يعني يتوصلوا لنا ويبقى في تواصل ونقاش بيننا وبين بعضينا يعني. بس فاللغة العربية كلغة عربية فصحى طب دلوقتي مبقتش تتكلم كتير، ممكن تلاقيها مثلا بين الشيوخ بين الناس يعني ليها مكانها، تقصد ليها مكانها، ليها مكانها وليها ناسها كمان. بس تمام، وانت شايف ان المواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا اثر على اللغة؟ انا شايف مواقع التواصل اثرت على اللغة كبيرة، بحيث ان احنا اصلا لما خدنا مواقع التواصل دي منين؟ من مثلا اللي هو الغرب مثلا، لما حصل ان احنا في ناس سافرت في احتلال ممكن حصل مثلا، اخذنا اللغه منهم وبالتالي احنا حابين نقلد، التقليد ده اصلا اساس كل حاجه. أيوة. بالنسبه لنا احنا شفنا حاجه عجبتنا مثلا، حاجه شايفينها كويسه بتجذب الناس مثلا، فحابين نقلد في اللغه مثلا، في الشات، في مواقع التواصل، الفيس، الواتس، الحاجات دي. ده كمان احنا لما بنيجي نتكلم في يعني معظمنا متعود من صغره ان احنا يعني متعودين من صغرنا اصلا على اللغه الانجليزيه، فلما بنيجي نتكلم احنا اصلا مش حابين اللغه العربيه من صغرنا مثلا، او ليه مين اللي قال كده؟ الطبع بتاعنا من احنا صغيرين يعني المفروض ان احنا بنتعلم الاثنين ماشي، بس في يعني في اطفال من هو صغيرين دلوقتي بنحرم من العربي اصلا، مثلا التعليم بتاعهم كله انجليزي، الرياضه مثلا هكذا بقى، العلوم معظمها اصلا انجليزي، فالعربي اصلا بيبقى جزء مخصص ليهم كده حاجه صغيره، والباقي كله لغه اجنبيه مثلا انجليزي وكده. بس فهو في لما الاطفال دول بيكبروا او كده بيبقوا طالعين اصلا مهتمين باللغه العربيه، بيبقوا بالنسبه لهم الانجليزي ده اول حاجه. وبالنسبه لحضرتك يعني بدون اعطي كلامك، حضرتك قلتي ان السوشيال ميديا بتاثر او بتمحي اللغه العربيه. دلوقتي مثلا في اطفال صغيرين ممكن يكون عندهم 11 سنه 12 سنه، دلوقتي بقى عنده مثلا اكونت، عنده فيسبوك، عنده الانستجرام، الواتساب، عنده الحاجات دي، لازم يتماشى مع اللغه دي الجديده. ما ينفع، انا ارى ان هذا الامر يعني نحمل مسؤوليه الاسره، لان هناك بعض الاسر تتنافس في ايهما يعني يضع ابنه في مدرسه، في مدرسه لغات او في مدرسه اجنبيه، بحيث يكون هناك تنافس يتعلم كم لغه ويتجنب تماما اللغه العربيه تجنبا تام، وربما لا يستطيع ان يكتب جمله كامله باللغه العربيه، او لا يستطيع ان ينطق نطقا صحيحا، او يستطيع ان يعني يخرج المخارج الصوتيه الصحيحه، كل هذا يكون في يعني. هو انا مع تعليم اللغات جدا الى تمام. جانب اللغه الام اكيد. ليه بقى؟ هقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي الابحاث العلميه اللي موجوده، لو حضرتك عايز تطلع على اي بحث علمي في العالم هتقراه باللغه الانجليزيه. تمام. فمش معنى ان انا يعني بحب بلدي جدا وبحافظ على الهويه العربيه ان انا انفصل عن اي تقدم يعني، او انفصل عن اي فايده ممكن اخدها من المجتمع العالمي. طيب. بل بالعكس، ده واجب عليا اني اتعلم كل اللغات واخد من كل العالم اللي يفيدني ويفيد بلدي، وانا شايفه ان ده منتهى الانتماء ومنتهى الحب. اكيد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حسن على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم لغه قوم امن مكرهم. فالاسلام يحثنا على تعلم كل اللغات، صحيح، بشرط الا ننسى لغه القران الكريم، لان هذه اللغه اتقانها يعني في صحة الصلاة، ويعتبر إتقان اللغة العربية من تمام الصلاة، لأنني لا أستطيع أن أقرأ القرآن أو أصلي بدون معرفة اللغة العربية. طيب يا شباب، أنا عايزة أقول لكم أنتوا ممكن تعملوا أي دورة أو أي فكرة عندكم في أنكم تنشروا لغة بلدكم بشكل يكون راقي ومهذب، وأنتوا طبعا يعني من الشباب المثقفة المتفوقة سواء في المدرسة أو في الجامعة، وخلاص يعني أنت كمان يا أحمد بدأت تاخد وتشق طريقك الإعلامي إن شاء الله، فأكيد ليكوا أفكار وليكوا دور أن أنتوا تعملوا ده. أكيد. تفضل. علشان مثلا نقدر نخلي الناس ان هي تتكلم باللغة العربية، فانا ممكن مثلا بشايف ان في عبارات تتحط مثلا عبارات قديمة من الناس بتوع زمان اللي هو الاربعينات والخمسينات والحاجات دي، ممكن تتحط مثلا ايه عندنا احنا في الكلية عاملين كده، ان تخش مثلا كلام بالعربي زي الاقوال المأثورة بالزبط، عندنا حاطين مثلا في عندنا في كلية اعلام في القاهرة كلام بالعربي مثلا في ترجمه بتاعته بالانجلش، حاجه كده زي الحكمه، كود كده بتتكتب الناس وهي داخله وهي خارجه من الكليه بتاعتنا بتشوفه. فكره حلوه. وايه تاني؟
ممكن شايف ان احنا مثلا لو لما نسافر مثلا او كده نحاول نعرف الاجانب مثلا بلغتنا، نحاول نحببهم فيها مثلا اي مثلا كلام او كده، او نسوي يعني نعلمهم اللغه بتاعتنا بس بطريقه ان هم يحبوها مثلا. بالظبط، برافو عليك. ان انا مش بس ابقى نسخه منهم لا، لكن كمان ممكن انقل ثقافتي، وده مهم قوي. حضرتك يعني رأيك؟ انا ارى عمل صفحات على التواصل الاجتماعي، صفحات لغه عربيه، ونشر بعض المقولات القديمه وايضا نوضحها ونشرحها، ونحبب الناس في اللغه العربيه بنشر قواعد بسيطه، وعمل مسابقات يعني على بعض الصفحات، وايضا يعني اطالب بعض المدارس باقامه مسابقات كثيره للغه العربيه، مسابقات اوائل الطلبه. كل هذا يحفز ويشجع، مسرحيات والاشعار وكل ده موجود الجميلة. في بعض المدارس ما شاء الله بتقوم بهذا الامر، فدي طبعا شيء جميل جدا جدا ومحفز على حب اللغه العربيه. جميل، انا بشكركم جدا وجودكم معايا النهارده دكتور احمد كيلاني واحمد سامي وعبد الرحمن احمد. شكرا لكم. شرفنا بحضرتك. شكرا لكم. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم دايما على خير وشباب على هواء.